ريكورد. احنا عم نسجل هلا، يعطيكم العافيه. نتابع الجزء الثاني من المحاضره واللي بتحدث عن تمكين المراه من اجل القياده. احنا هون بنقول بالدرجه الاولى شباب، كيف بدنا نشتغل احنا في الاردن على تمكين المراه من اجل القياده، اذا احنا ضمننا انه لو فرضنا انه التربيه والتعليم عملت الجهد المطلوب منها وصار في توعيه على المستوى العام، طيب كيف بقدر اشتغل هلا على مستوى اني اضمن انها توصل لمستوى القياده؟ فكيف بدي امكنها؟ هلا اخر يعني من اخر الجهود اللي اواخر الجهود اللي تمت في هذا الشان، جهد خلينا نقول اللجنه الوطنيه لشؤون المراه، اللي هي بتعمل في هذا المشروع مع بالتعاون مع وزاره الخارجيه الهولنديه بمشروع اللي هو هيفوس، وكمان مع وومن امباورد فور ليدرشيب. اشتغلنا على ما يسمى بجلسات تشاورية حتى نخرج برسائل توعوية بتركز على أهمية يعني انخراط المرأة والشباب في الأحزاب السياسية في الأردن، يعني الشباب عامة والمرأة بشكل خاص. وضمن هذا المشروع اللي هو يعني يعتبر مشروع تمكين المرأة من أجل القيادة في النقابات العمالية والمهنية والأحزاب السياسية في الأردن، تم الخروج أو الاتفاق على ضرورة التركيز بداية على الأهداف الأساسية اللي إحنا قبل شوي شفنا جولز معينة قلنا هاي لابد نركز عليها في التنمية المستدامة بشكل عام، وبالتالي إيش منها بدنا نشتق زي ما حكينا قبل شوي في الأهداف الجولز اللي بنركز عليها على مستوى المرأة منذ الطفولة وحتى يعني تواجدها في هذه المرحلة. وهون نركز أكثر إشي على اللي هو موضوع القيادة، تمام. فبالتالي الهدف إنه نشتغل عليه اللي نشغل عليه مع اللجنة الوطنية اللي هو كيف نشجع المرأة الشباب عموما لأنهم ينخرطوا في الحياة السياسية والعمل الحزبي. ف يعني طرح هذا السؤال وقلنا حتى نفكر فيه حتى نرد أن يعني نتناوله بشكل مناسب، لابد أنه نركز أول شيء على أهمية وقيمة مشاركة المرأة والشباب في الأحزاب السياسية بشكل عام، ثم الموضوع كيف نساهم في أنه نرسم هاي الخطط والاستراتيجيات اللي بتخدم هذا الغرض حسب احتياجات الشباب والمرأة. ومنلاقي هون بشكل أساسي إنه المرأة لابد إنها ينشغل على يعني جزئيات خلينا نقول مستهدفة أو نتائج مستهدفة، وهي وضع منهجية على شكل خطة عمل تكون هاي المنهجية قابلة للتطبيق ويعني يتبناها الشباب عموما والمرأة بشكل خاص حتى نشجعها على إنها تشارك بشكل فعال في الأحزاب السياسية والانتخابات. هلا هاي الخطة تتضمن تنويهات أو messages يعني short messages عن يعني إلها أبعاد خلينا نقول سياسية وإشي منها اقتصادي وإشي اجتماعي، وهاي كلها المفروض إنه هاي المسجز تكون داعمة للمرأة وتكون يعني بتركز على أهمية مشاركتها في الأحزاب السياسية وفي الانتخابات. طبعاً أيضاً موضوع تصنيف هذه التنويهات بحيث أنه يكون مركز فيها إيش هو يعني مناسب، خلينا نقول يتم تصنيفها إشي ممكن يكون بالسوشيال ميديا، إشي ممكن يكون بوسائل الإعلام المرئية، إشي ممكن يكون بوسائل الإعلام المسموعة وهكذا. طب إذاً إحنا هون إذا بدنا نقول بشكل جذاب نشتغل على التنويهات إنه نختار أيضاً ممكن الألوان والعبارات والجمل اللي بتكون مناسبة للمرأة حتى تشارك بشكل أفضل في الأحزاب السياسية وانتخابات، ونركز على إنه هاي التنويهات تكون مصممة بطريقة يعني متفاعلة مع ما يجري في الخارج أو في التجارب العالمية، عفواً وخاصة التجارب الناجحة اللي بتتعلق في الديمقراطية بشكل عالمي. وناخذ بعين الاعتبار ايضا لازم خصوصيه المجتمع الاردني لما نصمم هاي التنويهات بشكل اساسي. هلا احنا الوضع بيتم انه في وضع خطه عمل زي ما قلنا
يعني منهجية لمشاركة المرأة والشباب، وتم أيضا إعداد وثيقة مرجعية لها للدراسات والأبحاث اللي بتتعلق بكل المشاركة الخاصة بالمرأة والشباب في الحياة السياسية والحزبية. وهذا كان كله تمهيد من أجل ندخل على موضوع اللي هو المناقشة والتعريف بالتنويهات الإعلامية وإيش علاقتها بالعمل الحزبي وشو الغاية منها، حتى يصير في نوع من التطوير من قبل المرأة للمشاركة أو اللي بتطمح يعني الدخول في عملية اتخاذ القرار، في إنها تجسد تطور وتجسد وتصمم تنويهات تتعلق بالعمل الحزبي، وتعرض هاي التنويهات يعني بناء على التجارب العالمية، بحيث إنه تكون في محاكاة لهاي التجارب العالمية وتحلل الوضع الراهن للمرأة بشكل أساسي في الأردن، ونشوف إيش الوضع في المشاركة السياسية والحزبية. طبعا أيضا فرزها هاي التنويهات بشكل يعني حسب التبويبها، حسب النتائج اللي نرغب في إنه نحققها، وكيف نفكر في توظيفها حسب الغرض. بعد اعتمادها لهاي التنويهات بيتم التفكير بآلية معينة بيتم استخدامها وتطبيقها حتى نربطها مع العمل الحزبي. هلأ التقييم، هون بنفكر بموضوع تغذية راجعة لنتائج هاي الحوارات اللي بدها تتم أو تمت عفوا، وبنعمل يعني بندخلها في مجال العمل الحزبي وحتى تشارك المرأة والشباب عموما في هذا الجهد. طبعا اللجنة الوطنية شو دورها هون؟ دورها إنها تكون هي بتقوم يعني في سياق عملها بإنها تنهض في عمل المرأة في مختلف الأدوار، وتخلق نقول بيئة وطنية داعمة لدورها، بحيث إنها تركز على يعني اتباع منهجية تشاركية مع كل الجهات المعنية حتى ترتقي بواقع المرأة في الأردن وتحافظ على مكتسباتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأيضا يعني نتذكر إنه جزء من عملها إنها تمكن المرأة في حياتها العامة وفي السياسة، أيضا في الحياة السياسية، والعمل على تطوير تنويهات يعني بتهدف لأنها تشجع المرأة والشباب وحتى إنهم ينخرطوا في الحياة السياسية والعمل الحزبي بشكل عام. هلأ إحنا للعلم لازم ندرس أول إشي، قلنا حتى نمكن المرأة قياديا لازم ندرس الواقع الحال. عدد الإناث إجمالا، هاي يعني حقائق وأرقام بتقول إنه عدد الإناث في الأردن 4.7 بالعشرة مليون من مجموع السكان الكلي حسب آخر حسب إحدى الإحصائيات اللي إحنا حكينا هون صدر فيها التقرير اللي هي كانت سنة 2017. فهاي بتفرجيني النسبة قصدي المجموع الكلي، وهون بتبين لي النسبة اللي هي الإناث يعني يكاد يصل النسبة للنصف 47% إناث و52% تقريبا ذكور. طيب شو الوضع يعني خلينا نقول المرأة في المجتمع الأردني؟ بنلاقي إنه من أبرز دعائم التنمية في الأردن هو إنه المرأة تشغل يعني خلينا نقول مناصب أو مواقع في قيادية في سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية، وتطلع بمسؤوليتها ويعني ترتقي فيها بحيث إنها تكون قادرة على إنجاز يعني إنجازات كثيرة بتحققها المرأة في كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بشكل خاص. ولكن مشاركة المرأة بشكل عام في الحياة يعني العامة وأيضا طبعا السياسية لسه نعتبرها دون الطموحات. طيب أرقام أخرى بتبين المشكلة، بتفرجينا هون إنه مشاركتها الاقتصادية يعني في السكان بالنسبة للسكان الأردنيين اللي أعمارهم 15 سنة وأكثر، كان نحكي كمرأة حسب الإحصائيات برضو ل 2017، بتفرجيني الأرقام التالية إنه عندي 17% .7 إناث وفقط تخيلوا، و59% ذكور. طيب هذا الإشي إيش بدل لنا؟ بدل لنا إنه طبعا حسب الإحصائيات دائرة الإحصاءات العامة في سنة 2018 انخفض معدل المشاركة
الاقتصادية للمرأة للأسف إلى 15، يعني حتى الوضع كان سيء وكمان صار أسوأ وعم ينخفض مشاركة المرأة، والمفروض أنه إحنا نتطور في هذا الموضوع، بل بالعكس انخفضت ل 15%. طيب مع أنه إحنا حكينا أنه العدد تقريبا متقارب، فشو اللي عم بيصير؟ هلأ إذا بنركز على الموضوع السياسي بنلاقي أنه المشاركة السياسية هي من أكثر المظاهر الديمقراطية، واللي بيستطيع من خلالها المواطن أنه يعبر عن إرادته، وأنه يكون في يعني خلينا نقول مشاركة قاطعة إلها بشكل أنها يعني تعبر عن قدرتها في أنها تتطور في المجتمع، في أنها تستخدم وسائل سلمية في التعبير عن رأي، في أنها يعني يكون عندها وعي مجتمعي بحقوقها وواجباتها، وبالتالي تقدر تساهم بشكل أفضل في صنع القرار. أيضا موضوع مشاركتها باعتبار الشعور ب خلينا نقول شعورها وإيمانها يعني بحقها في التصويت والترشيح والانخراط في مؤسسات المجتمع المدني بشكل يعني يكون فيها العمل الحزبي بشكل أفضل، تقدر على إنها تعمل تصنع القرار. طبعا لابد إنه يتم التركيز أيضا على الحياة السياسية في الأردن، لأنه إحنا بحاجة إلى حركة بتكون فيها الأحزاب لها دور واضح، وبالتالي تعمل المرأة ضمن برامج حزبية يكون لها أجندات وطنية، تقدر تشارك وتنخرط في المجتمع حتى تكون لبنة أساسية في الإصلاح والبناء. ونتذكر هون إنه يجب أن يتصف العمل الحزبي الوطني بالمشاركة الفاعلة في الحراك السياسي والثقافي والاجتماعي والتطوعي أيضاً، والهدف منه الموضوع فكرة التعددية الحزبية، كيف تشارك فيها المرأة، كيف نجذر الديمقراطية والخدمة الوطن، كيف تكون يعني هي نواة للعمل الحزبي في الأردن حتى يصير في مزيد من الإصلاح والتنمية بكل أشكالها، ونركز على الدور الفاعل والجاد في بناء المجتمع الأردني وتطوير الوطن بشكل أفضل. طبعاً اللي بنقوله هنا إنه بالرغم من انقضاء سنوات كبيرة على كثيرة على مشاركة المرأة في السياسة في الأردن، ولكن لساتنا إذا قيمنا بنلاقي إنه مشاركتها لساتها ضعيفة وما بترتقي للمستوى المطلوب، وهذا الإشي بيعبر لنا عن واقع المرأة في المجتمع الأردني وإنجازاتها اللي يعني بتبين على الصعد الاجتماعية والاقتصادية. ومنلاحظ هون أيضا أنه في ضعف كبير في تمثيل المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية، وقلة تمثيلها أيضا في الحكومات والبرلمان والنقابات والمجالس البلدية والأحزاب السياسية. هذا الأمر بيتطلب منا مزيد من العمل، وبالتالي ضرورة تمكين المرأة حتى نرصد واقع أفضل من المشاركة السياسية للمرأة في الحياة العامة والأحزاب والنقابات والمجالس والبرلمان وغرف أيضا الصناعة والتجارة وحتى في السلك الدبلوماسي والقضائي. لابد أن نركز على توعية المرأة بمفهوم المواطنة يعني ممارستها بشكل فاعل، ونعزز مهاراتها القيادية بشكل أساسي، كيف أنه نعزز وعيها بآليات المشاركة السياسية، ونأكد على تمكين المرأة بأنه هو يعني اللي بيعزز استقرارها والنمو، الاستقرار بشكل عام والنمو والتنمية في الأردن. فبالتالي إحنا هنا نعتبر هذا ضمن السياسي هو ضمن مجموعة، لما نحكي تمكين مرأة بنحكي عن تمكين سياسي وتمكين اقتصادي وتمكين اجتماعي أيضا. طيب الاستكمال لموضوع التمكين السياسي، إحنا هون بنقول إنه مشاركة المرأة في الحياة الحزبية والترشح للانتخابات النيابية والبلدية واللامركزية والأحزاب والنقابات المهنية والنقابات العمالية وحتى مجالس الطلبة بتكون والاتحادات، كلها هذه يعني بتزيد من قدرتها وتجربتها في إنها يعني تكون متقدمة في الإدارة، وبتعزز قدرتها على صناعة القرار وإنها تشارك في الانتخابات حتى تكون قادرة على تغيير الصورة النمطية اللي للأسف ترسخت بسبب عوامل كثيرة في المجتمع، أو منها عوامل اجتماعية ومنها ثقافية ومعرفية لسنوات طويلة. هلأ الحقائق والأرقام بتفرجينا أن نسبة تمثيل المرأة في الأحزاب الأردنية
للأسف هي واحد من بين كل 3 أعضاء في الأحزاب السياسية بتكون فقط أنثى. وطبعا نسبة تمثيلها أيضا في الأحزاب الأردنية بتفرجينا إنه 33% مقابل 66%. فهذا السؤال اللي بيطرح نفسه هون، إنه هل هاي النسبة يعني فعليا بتفرجينا إنه كيف الأحزاب يعني المفروض تشارك فيها المرشحات من النساء في قوائم الانتخابات؟ هل هاي فعلا بتعكس إنه دعم الحزب أو تبني الحزب لهذه المسألة؟ برضو موضوع المشاركة في الترشيح، إنه بنلاقي في عندي مشاركة حزبية في الانتخابات اللي كانت في البرلمان 2016، فنسبة النساء كانت 13.3. هلأ هذا أقل بكتير من نسبة تمثيل المرأة في الأحزاب السياسية في الأردن، يعني الرقم عم مش قوي أبدا. فعندنا في مشكلة في نسبة التمثيل، وبالتالي مشاركة المرأة في الحياة الحزبية لابد أن يتم التركيز عليه بشكل أفضل، الاهتمام أكثر بموضوع خلينا نقول الترشيح للانتخابات للمجالس البلدية والقروية، هي على موضوع المركزية ولا مركزية والأحزاب والنقابات، مشاركتها في النقابات مختلفة ومجالس الطلبة والاتحادات. وهذا الإشي طبعا بيزيد من قدرتها أو تجربتها في يعني الإدارة بشكل عام، وبالتالي بتقدر إنها تدخل في صنع القرار. وانتخابات طبعا بيغير لنا الصورة النمطية اللي ترسخت بفعل العوامل المختلفة اللي أهمها الاجتماعي والثقافي زي ما حكينا لسنوات طويلة. طيب إذا شو الموضوع، كيف بدنا نشتغل عليه؟ إحنا بنقول إنه المرأة حسب مفهوم التنمية المستدامة وحسب دور المرأة في التنمية، إحنا بنعرف إنه هي بتعمل في كل شيء، فبنقول إنه هي نواة المجتمع. ما بدي أقول هي نصف المجتمع، بدي أقول هي نواة المجتمع، لأنه تكاد تكون أكثر من نصف. وهي يعني ما بحكيش عنها رقميا، بحكي من حيث الأثر التربوي، وهي من أهم الأطراف اللي بتساهم في عملية تحقيق التنمية المستدامة حتى توصل لمستقبل أفضل. وهذا الإشي ما بيقل عن دورها في الجانب الأساسي اللي هو دور الرجل اللي يكون إلى جانبها في إنه يوجد الحلول اللي بتعالج المشكلات المختلفة، والتركيز على الاهتمام بقضية التنمية الشاملة والانطلاق من إنه التنمية بترتكز في متطلباتها على حشد الطاقات البشرية الموجودة في المجتمع من دون ما يكون في تمييز بين النساء والرجال، بحيث إنه يصبح الاهتمام بالمرأة بشكل أفضل وبدورها في التنمية المجتمع، يعني هو جزء خلينا نقول جزء أساسي من في عملية التنمية. هلا احنا بنقول ايضا هون المرأة بنعرف انها هي كيف تعمل على كافة الجوانب، فاذا بنطلع على مفهوم التنمية اللي هو بمعنى الشامل اللي هو بركز على الآليات والأساليب والوسائل ايضا للحصول على فرص متساوية متكافئة، لما بنحكي عن وجود المرأة، وهي بهذا المفهوم بتركز على ايضا على البعد الإنساني، لانه احنا عم نحكي عن reducing inequalities بحيث انه تجعل الفرد مشارك ومستفيد من عمليات التنمية. وتشتمل طبعا التنمية هون بهذا المعنى 4 عناصر، احنا بنحكي عن مفهوم التنمية بمعنى الانتاجية، انتاجية المرأة، بمعنى العدالة الاجتماعية، بمعنى التمكين، وبمعنى الاستدامة. احنا بدنا نحكي عنهم كلهم، ما بنضلنا نحكي بس انه ايش بتنتج، احنا بدنا نضمن العدالة، بدنا نمكنها، بدنا نوصل لمرحلة الاستدامة. وهذا الاشي بدخلنا على يعني موضوع الأهداف التنمية المستدامة المختلفة، وكيف دور المرأة بيكون في كل وحدة، وكيف نحتفظ حقها ونمكنها حتى يكون مشاركتها والوصول للأهداف يعني دون تمييز ضدها في الأهداف 17 هاي، سواء الفقر، قضاء على الفقر، أو القضاء على الجوع التام، أو على اهتمام بالصحة الجيدة والرفاه، أو بالتعليم الجيد، أو موضوع المساواة بين الجنسين بشكل خاص، أو موضوع المياه النظيفة والنظافة الصحية، أو الطاقة النظيفة اللي بتكون بأسعار معقولة، أو العمل اللائق ونمو الاقتصاد، أيضا الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والحد من أوجه عدم المساواة اللي هي بشكل أساسي بنحكي عنها للمرأة، وأشكال أخرى من التمييز.
وموضوع المدن والمجتمعات المحلية المستدامة والاستهلاك والإنتاج المسؤولان والعمل المناخي والحياة تحت الماء والحياة في البر، هاي كلها بالإضافة للسلام والعدل والمؤسسات القوية واللي ما بتتم إلا من خلال عقد شراكات لحتى نحقق هاي الأهداف بشكل مباشر. هلا إذا أنا بدي أركز على الهدف الخامس اللي هو المساواة بين الجنسين بشكل مباشر كهدف تنموي، بنلاقي هون إنه هذا الهدف اللي ركزت عليه الـ UNDP على سبيل المثال بتقول إنه بما إنه الهدف من أهداف التنمية المستدامة اللي هو موضوع المساواة بين الجنسين حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية لن يمكن أبدا تحقيق يعني المزيد من المساواة بين الجنسين إلا إذا إيش عززنا السياسات والتشريعات اللي بتشجع تقلد النساء مناصب قيادية، هذا بشكل أساسي. وبالتالي هون في مفاهيم جندرية لابد إنه نفكر فيها ونعود نعيد النظر فيها حتى نحقق هذه النتائج. منها على سبيل المثال بنقول إنه المفهوم الجندر اللي هو النوع الاجتماعي اللي هو إحنا حكينا فيه من بدايات الفصل اللي هو بس للتذكير يطلق على يعني العلاقات والأدوار الاجتماعية، ومش بس هيك مش بس علاقات وأدوار وحتى القيم اللي بيحددها المجتمع لكل من الجنسين رجال أو نساء. وهذا المصطلح للعلم يعني بيشير إلى الخواص الاجتماعية والمشاركة الفاعلة في النشاطات الاجتماعية كفرد في الجماعة، ولأنه إحنا بنعرف هاي الخواص هي سلوك بتنعكس على السلوك وعلى التصرفات اللي بيتم تعلمها، فهي إذن ممكن إحنا نغيرها لأنها مكتسبة قابلة للتغيير، بتتغير عبر الزمان والمكان وتختلف باختلاف الثقافات. فهون بيجي دورنا في إنه نركز على هذا الموضوع ونقول إنه إحنا نتذكر إنه المميزات الجنس والنوع الاجتماعي إنه في مقابل النوع الاجتماعي والجندر، إنه الجنس هون بنحكي عن الطبيعة اللي ممكن تغييرها إلا بتدخل يعني خلينا نقول علمي، أما النوع الاجتماعي إحنا بنقدر نشتغل عليه بكل بساطة في موضوع من خلال موضوع الثقافة. لما بنحكي جنس إحنا بنفكر في ذكر وأنثى، بس لما بنحكي نوع اجتماعي بنحكي في الأدوار، فبالتالي بنركز في موضوع امرأة ورجل. لما بنحكي الجنس بنقول مميزات عضوية جنسية، بينما بنحكي نوع اجتماعي بنقول مميزات اجتماعية ثقافية. ما بنحكي في الجنسية، بنحكي في الاجتماعي والثقافي. بنحكي جنس بنفكر على طول في الوظائف، نقول وظيفة الإنتاج الإنجاب إلى آخره، بينما بنقول أو الرعاية هون بنقول إيش أدوار وعلاقات، شو الأدوار وشو العلاقات. أيضا في الجنس بنركز على الفرد، بس بالنوع الاجتماعي برضه بنركز على المجتمع ككل. فهاي النقاط نتذكرها وناخذها بعين الاعتبار. ونتذكر شباب إنه تمكين المرأة woman empowerment بنقدر نعرفه بأنه هو يعني كمصطلح هو إعطاء مزيد من القوة للمرأة، وهون المقصود في القوة ليست القوة البدنية ولكن على المستوى يعني عالي من أنها تكون قادرة على التحكم بحيث أنها تتمكن المرأة منها تشارك، بأنها تبتكر، أنها تعبر عن رأيها، وتزيد قدرتها في التعامل مع الخيارات خلينا نقول الاجتماعية والمشاركة فيها في كل المستويات، كيف تأثر في قرارات المجتمع بحيث أن تكون مشاركتها لها قيمة ونفع، وأنه تمكن المرأة بحيث أنه يعني تمثيل العملية اللي بيتم من خلالها إعداد المرأة حتى تصبح فرد واعي ومدرك لما يدور حولها. طبعا عفوا هلا بنقول بنقول في المقابل لما احنا بنحكي هنا التمكين احنا بنقول باشكال مختلفه. اذا كنا بنحكي التمكين بالمعنى الاقتصادي اللي هو الايكونوميك امباورمنت وومنز ايكونوميك امباورمنت، بنحكي عن كل ما يخص ضمان وصول المراه يعني بشكل للموارد الاقتصاديه يكون على قدر المساواه مع الرجل. إذا كنا بنحكي يعني هذا التعريف البسيط، إذا كنا بنحكي بالمعنى السياسي فإحنا هو بنقول اللي هو يختص بتمثيل المرأة في المجال السياسي بشكل مباشر. وإذا بنقول بهذا المعنى إذا بدنا نشتغل على موضوع التشريعات والقانون فبنقول بدنا تمكين قانوني، فبنقول اللي النظر على موضوع خدمة القوانين لقضايا المرأة قديش بتخدمها وكيف تضمن إنها تمنحها حقوقها.
إذا بنحكي على مستوى تمكين الإداري، يعني تمكين المرأة في مكان عملها بحيث أعطائها كافة حقوقها وامتيازاتها حتى تكون قادرة على المشاركة بدون مساواة بدون تمييز ضدها. وأيضا الشكل الآخر اللي هو من مجالات التمكين المرأة اللي هو بنسميه التمكين المجتمعي، هو كتير مهم عندنا في الأردن في البيئة العربية، اللي هو يعني تمثيل دور المرأة في من خلال تولي مناصب قيادية في المجتمع، وهاي المراكز تكون مهمة في المجتمع، يعني شو دورها المؤثر في القرارات اللي بتخص هذا المجتمع بشكل أساسي. طبعا في النهاية بحكي إنه مفهوم دمج المرأة اللي هو الـ Empowering Woman إجا بناء على فكرة إنه كيف نعزز تمثيلها النسائي، تمثيل المرأة أو النسائي في المراكز القيادية وفي القطاع العام، القطاع الخاص والأحزاب والجمعيات وأيضا منظمات المجتمع المدني. كيف نبني على أساس توفر كفاءات ومؤهلات ونزاهة ومعينة، وكيف نضمن إنه تتولى هاي المراكز بأنها تستند إلى مرجعيات تشريعية ابتداء من موضوع الدستور الأردني وانتهاء ب خلينا نقول الأساس القانوني للمعاهدات والاتفاقيات الدولية. تمام، هذه يعني خلينا نقول باختصار الفكرة شباب، وأنا يعني بدي أسكر هلأ وأرد أرجع نعمل تسجيل آخر عن موضوع ثالث نتحدث فيه، فأرجعوا للمحاضرة.